أحمد ومحمد وزيد. رغم انسجامهم العالي وعلاقتهم القوية، لكن دائماً ما يختلفون بأكلهم. زيد تعودنا عليه يدور الأتكيت والجودة والطعم. بالنسبة لمحمد فهو معروف بأكله، لازم يعرف الأكل شنو مصدره منين جاي، ولازم يكون إسلامي. أما أحمد بيروح الوطنية العالية ومتعود ما يأكل إلا المنتوج الوطني. وحتى تكون سفرتنا حلوة وأرضي جميع الأطراف، كان دجاج الكفيل هو الحل الأمثل.